تعالوا شوفوا الاسيرات المحررات وقولوا لك ايه. انا هخاطب الرجال هنا معلش سامحوني، وما تتاثريش كانثى. اما تيجي اسيره تقول بيعذبونا وقت عدم صلاه، الوقت اللي فيه الحيض للمراه ما يدوهاش الامور في الخاصه بتاعتها، يذلوها. انت فاهمه ده معناه ايه؟ اسمع، بيقول لك اما نطلع للعرض، طبعا احنا عارفين كلمه يطلع للعرض ده، الله لا يعيد هذه الايام، قولوا امين. اما تيجي يوم طالع عرض على المحكمه يخلعوها اللي هي لابساه ويدوا لها العبايه اللي هتلبسها شفاف. مسلمين يا رجال، اما تطلع اختك المسلمه المحجبه بعفتها وطهارتها وتطلع بجسدها بسبب كلب يهودي خنزير تقسم. فين الرجال؟ فين الرجال؟ وتقول لك ما نقدرش ونبقى ماشيين بتدارك نفسها. فين الرجال؟ فين المعتصم؟ فين ابناء محمد صلى الله عليه وسلم؟ فين جيل النصر؟ انتم انتم عرض النساء وشرفها وطهارتها وحفظها لما تقول واقف لما عليك ورقبتك، وانت عليك تطلعي لنا الجيل ده. اما باجي اتكلم تقول لك يا دكتوره والاسره وكلام، اقسم والله اللي بيوجعني انا بتكلم في اسره وزوج واحده بتتخانق مع جوزها، حبيبتي صالح زوجها حبيبتي، الناس بتموت يا ماما. روح يا ابني الله يكرمك شوف الدنيا ايه ورد الدنيا بعد، احسن المظالم بتاعه الدنيا توقفك في رقبتك يوم القيامه. عدي لي دي، امني لي الجبهه الداخليه في البيت. اما يجي راجل في قلب بيته ومرتاح ومتني وراقب باله رايق، هيبقى شايل هم دنيا وبيته، ما عندناش وما فيش ومنك لله وما فيش واتجوزت وفقير وبخيل بخيل زي اهله منه لله، وعمال دنيا 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 دنيا، ولا اكلك لا على جوزك ولا على الله. احنا مش فاهمين. اما تيجي تقول لك اصل حطوا لنا ما اعرفش ايه في عشان القايمه، وتقول تحملوا علشان خاطر ما انكتبش. هم استحوا لنا الكلام ده، ما انكتبش غرض زهيد من غرض الدنيا، لعاعة من الدنيا، وتوقف كتب الكتاب عشان خاطر ده. افهمي واعرفي دورك كمسلمه، امني له الجبهه الداخليه علشان هو يفكر في امته وعلشان يطلع جيل. هذه ارض جهاد ام الرباط، شوف العالم ده. اما يجي يلبس عليا ديني ولا يعملني في ديني ولا اعمل مفاهيم، انكشف ده من مميزات الاقصى، انكشف الامر ده، انكشف خلاص وبان وكل جد لامم ولا كل الكلام ده كذابين كذابين. بس يا بابا، بس يا ابن البلد مالكيش دعوه بالتاني، عيب يا بابا، عيب ما يصح. وده اللي بيعملوه مجلس الامن، يطلع البيت واللي يجي الامم المتحده مش عارفه يطلع ايه، فرحانين بقرار مش عارفه ب 153 صفر، حصيله صفر. امك الغثاء.